مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. اليوم الخميس 14 أيار، واليوم بحلقتنا قطاع زراعة الأزهار والشطول بغيبوبة، حفل انتخاب مس فتنس بتقرير خاص، ريبيرث اوف نيشن معرض بتناول الإبادة الأرمنية، وجائزة جوهينا بدورة للعام 2015. أما ضيوفنا لليوم سيلفانا اللئيس رئيسة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لنحكي معها أكثر عن حقوقهم، وساندرا خلاط عبد النور رئيسة جمعية بسمة لنحكي معها عن الحملة بمناسبة اليوم العالمي للعائلة. إنما البداية مع أحوال طقس، أستاذ وسام عبد الله معنا على الخط من مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير. اهلا، صباح النور. ان شاء الله يكون عندك بشرة حلوة وسارة. ان شاء الله. مبدئيا يعني اليوم خلينا نبلش باليوم. اليوم هلا الطقس هو باقي طقس متقلب لليوم. نعم. بالتفصيل اليوم طقس حيكون في غيوم، شوي بتنخفض الحرارة كمان بعد عنا اليوم. الأمطار ممكن تكون خفيفة متفرقة من حين لآخر، تعطي شوية أمطار اليوم بعدها. نعم. بالمساء تبلش يرتاح طقس يعني بآخر الليل. اوكي. الجمعة طقسنا بيرجع لحالة طبيعية، شوية غيوم. بتبلش ترتفع الحرارة تدريجيا، بتبلش أول شيء ترتفع بالجبال وبالبقاع، بعدين بتبلش ترتفع على مناطق الساحلية. نعم. والسبت وأحد؟ سبت وأحد خلاص بنصير بالحرارة، بصير الحرارة بترتفع أكثر وأكثر، وبصير في عنا مطر وضغط جو المرتفع هي اللي عم بتسيطر، بصير نفوت بالأجواء الصيفية. ومكفى طقس هلا على الخريطة عندك؟ إيه هلا مكفى، سبت وأحد طقس منيح، ما في أي تعديلات يعني. هلا فينا نعتبر إنه فتنا بالأجواء الصيفية بسبت وأحد. حلا يعني بقى. إيه يعني هلا إنه وقتها هلا. أوكي. يعني الزربة قوية كانت بأيار ما. الحرارة اليوم كيف وشوي الأيام اللي جاي كيف رح تكون؟ نعم، الحرارة اليوم عنا إياها من 15-27 على الساحل، بالجبال من 10-16، بالداخل من 10-22. نعم. وبكرة تقريبا بترتفع شي درجتين الحرارة على الساحل على الداخل وعلى المرتفعات. 29 يعني؟ لا 22، بصير 24 عنا على الداخل. 22 فكرت. 27 اليوم بال 27 هي مناطق الساحلية. اوكي. وبالمناطق الجبليه بتصير شي 18، وعلى الساحل بتصير شي 28 يعني اليوم. وبالويك اند؟ الويك اند فعلا طلعت حاره شي درجتين او ثلاثه كمان. اكيد بتصير الحركه هون، الحركه اريح بالنسبه لل بالنسبه لالي. نعم. طيب شكرا لك استاذ وسام، يعطيك العافيه ونحكيكم بكره. الى الاخبار السياسيه وعناوين صحف مع بيارات. صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. شو عنوان صحف بيروت لليوم؟ جوله بنبداها. جولتنا نبداها مع صحيفة النهار. الحكم الصادم يحرر سماحة بعد 7 أشهر، عاصفة قضائية سياسية وريفي يباشر المواجهة، حزب الله يسيطر على تلة موسى الاستراتيجية في جرود القلمون، معارك ضارية بين النصرة وداعش في جرود عرسال، الأسد التقى بروجردي في حضور مملوك، واشنطن قلقة من تقارير عن الكيميائي، أوباما العمل مع السعودية محوري في مكافحة الإرهاب. افتتاحية النهار لليوم بألم زياد بارود حملة عنوان جسر الشغور الرئاسي، ومتابعين مع النهار، الهدنة تسمح بوصول مساعدات إلى اليمن، وواشنطن تحض كل الأطراف على التزامها، وبالختام الحريري في موسكو التقى لافروف. ننتقل إلى صحيفة السفير. سقوط تلة موسى، معركة القلمون تقترب من نهايتها، الحكم على سميحة يشعل اشتباكا داخليا، النصرة وداعش اشتباك في عرسال، قطار باسيل الاغترابي ماشي، أبرز المدعوين شاكيرا وسلمى حايك، كام ديفيد تطمينات لا تعهدات وترتيبات دفاعية أوضح، وبالختام الفاتيكان يعترف رسميا بدولة فلسطين. صحيفة الحياة عنونت لليوم أوباما يفتتح اللقاءات الخليجية بالتزام العلاقة الثابتة مع السعودية، بدأها باجتماع مع محمد بن نايف ومحمد بن سلمان. مركز الملك سلمان للإغاثة يستجيب لحاجات الشعب اليمني، هادي ينوه بالموقف السعودي تجاه بلاده. إيران تهدد بإشعال النار إذا تم تفتيش سفينة المساعدات، الحوثيون يخرقون الهدنة، وقصف في الضالع ومأرب. معصوم يبحث الوضع الأمني في العراق مع المسؤولين الإيرانيين، ومتابعين مع الحياة، بهجوم على باص في كاراتشي داعش يتبنى قتل 44 شيعيا في باكستان.
محققون جمعوا أدلة كافية لاتهام الأسد بجرائم حرب وظهور علي مملوك، نكسات للنظام في حمص وإدلب ومكاسب لحزب الله في القلمون. صالحي، حققنا كل ما أردناه في التكنولوجيا النووية، بوادر مواجهة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية. بصحيفة المستقبل وبعناوين اليوم، أوباما: تعاوننا مع السعودية أساسي للاستقرار. أكد متانة العلاقات الاستراتيجية وثمن جهود الأمير محمد بن نايف في مكافحة الإرهاب. الحريري يلتقي لافروف: نتطلع إلى دور روسي أكبر. اتصل بريفي والمشنوق معتبرا الحكم على سميحة فضيحة أخلاقية ووطنية. هدنة اليمن الصامدة رغم خروق حوثية. لجنة العدالة والمساءلة الدولية: أدلة كافية لمحاكمة الأسد في لاهاي. المواجهات متواصلة في مهاباد، ومتابعين مع المستقبل عندما يضع الأستاذ النقاط على حروف الخارجية. وختاما: المغردون لا سماحة في الحكم على سميحة. بصحيفة الأنوار وعناوين اليوم: وزير العدل ومفتي طرابلس ينتقدان المحكمة العسكرية. الحريري التقى لافروف: يهمنا تحييد لبنان عن الصراعات. أوباما يلتقي القادة الخليجيين ويشن حملة على إيران. المرصد السوري يتحدث عن انسحاب مسلحين من النصرة في القلمون. رفيق خوري عنوان مقالته لليوم: تعطيل اللعبة الديمقراطية وتفعيل الصراع الجيوسياسي. خطر مواجهة بين التحالف العربي وقطع الأسطول الإيراني قرب اليمن. المعارضة السورية تفجر نفقا تحت قاعدة عسكرية. وختاما: كتب المحلل السياسي لليوم: عهد في مقابل جسر أو أوتوستراد. من صحيفة الأنوار إلى صحيفة اللواء وأبرز العناوين: ريفي: حكم العسكرية على سميحة مسخرة. الحريري: لدور روسي في تحييد لبنان وانتخاب الرئيس، وثلاث خيارات صعبة أمام عون غدا. مشيدا بالأمير محمد ومبررا الاتفاق مع إيران، أوباما يجدد التزام الشراكة مع دول الخليج. الملك سلمان يمنح اليمن 540 مليون دولار، خروقات حوثية للهدنة، وإيران تحذر واشنطن من تفتيش سفنها. اتهامات دولية للأسد بجرائم حرب، والمملوك يظهر مع بروجردي. النظام وحزب الله يسيطران على تلة موسى الاستراتيجية. وختاما بيصدر مع صحيفة اللواء مثل صباح كل يوم خميس لواء الفيحاء والشمال، والعنوان الرئيسي: شهادة كبرى للمفتي دريان إدارة وحيادا في يوم انتخاب المجلس الشرعي. بصحيفة البلد العنوان العريض لليوم: الجلسة 23 بلا رئيس، والنية الجرمية لن تنطبق على سميحة. هدنة اليمن صامدة وقمة خليجية أمريكية اليوم. الفاتيكان يعترف بدولة فلسطين رسميا. صرخة تنجي معبر مصنع من كارثة. 55% من سكان لبنان من غير اللبنانيين. ومتابعين مع البلد: مافيا المخدرات في السجون وخارجها، على عينك يا دولة. وختاما: القلمون تهز هياكل الداخل ولا تدمرها. بترجمة لعنوين صحيفة ذا ديلي ستار لليوم: حزب الله والجيش السوري يتقدمان في القلمون. زعماء الخليج في الولايات المتحدة للضغط على أوباما حيال الملف الإيراني. وختاما: الحريري: روسيا تدعم ملء الشغور الرئاسي. من ذا ديلي ستار إلى ترجمة لعنوين صحيفة لوريون لجور: محاكمة ميشيل سميحة، فوضى في المحكمة العسكرية. 4.5 سنوات من السجن لنقل المتفجرات. وبنفس الإطار، حميدي للوريون جور: رجل الدليفري ينال ضبط مخالفة سرعة زائدة أكبر من عقوبة سميحة. وختاما: 7 أسابيع كارثية لليمن. وملف خاص كمان اليوم بلوريون جور عن افتتاح مهرجان كان لسنة 2015، وطبعا رئيس لجنة هالسنة المهرجان هن الإخوة كوين، الإخوة توم، رئيسين فإذا للجنة التحكيم هالسنة بكان. من لوريون جور ننتقل إلى صحيفة الشرق وبعناوينا: 4.5 سنوات حكما على ميشيل سميحة. أشرف ريفي ينعى المحكمة: الشعب سيحاكم بشار الأسد وسميحة. أحمد الحريري: أختم المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر. الحريري: لدور روسي أكبر في المنطقة،
لافروف بثبات الى جانب لبنان. والصوره فاذا عم نشوفها بصحيفه الشرق هي للقاء يلي امبارح جمع لافروف ورئيس الحريري بموسكو. بالعناوين الاخرى بصحيفه الشرق الرئاسيه 24 الى 3 حزيران غدا اول عباره بالانتاج الزراعي اللبناني الى الخليج. عفوا، الفاتيكان يعترف رسميا بدوله فلسطين. معارك ضارية بين حزب الله والنصرة وبينها وبين داعش في جرود عرسال. وختاما، هل يفجرها عون غدا؟ من صحيفة الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط، خادم الحرمين يدشن مركز الملك سلمان للإغاثة بمنحة مليار ريال لليمنيين. الهدنة تصمد في يومها الأول. وياسين للشرق الأوسط، لم نمنح السفينة الإيرانية تصريحا. ولي العهد السعودي عشية كامب ديفيد مع واشنطن سنتخطى المصاعب. أوباما أكد عمق العلاقات وأشاد بجهود الرياض في مكافحة الإرهاب. وختاما بالشرق الأوسط، رئيس الوزراء المصري أكد أن أي تدخل في ليبيا يحتاج إلى غطاء الشرعية. علاقتنا مع السعودية مصيرية. من صحيفة الشرق الأوسط إلى صحيفة الأخبار وبأبرز العناوين لليوم، عون إما أن يمشوا أو أمشي. الفوضى في إدارة ملف اللاجئين، سياسة لا سياسة. عودة مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية. وختاما، كامب ديفيد أوباما، الأمن الإقليمي بمن حضر. وجولتنا مثل العادة نختمها مع صحيفة الجمهورية وبأبرز العناوين، المحكمة العسكرية تبيح الإرهاب. خريطة جديدة ولكن كيف؟ رحلة التصدير الأولى للمزروعات تنطلق في غياب الدولة. أوباما التقى بن نايف وبن سلمان وتعهد باليقظة إزاء إيران. ودائما مع الجمهورية، روحاني يعد معصوم بعدم تقسيم العراق. جوفنتوس يجرد ريال من لقبه. وختاما، بيصل مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل يوم خميس ملحق صحة وغذاء. هيك بنكون وصلنا على ختام جولتنا على عناوين صحف بيروت لليوم. بنتوقف هلأ مع فاصل إعلاني، ومن بعده طبعا بنرجع مع أخبار الصباح.